كان اليوم فيديو استعفال عقلي صوني مهرجان استقبال. انا نستقبل المغتصب والتيروريست والنصاب عندي في الدار. دابا كيف ما كتعرفوا كنطالب بالتعويض، وسمعت بالسكيكو وبالسواك حتى هما كيطالبوا بالتعويض. وذهب بشع او ماي جاد، درت الفلتر ديال الوريضات. هو المسؤول على التعذيب ديالي. واش داك العدو باكو لي مصيبه كامله. هاد السلسلة هي سلسلة صخيرة، وأي تشابه بين الشخصيات المرسومة وبعض الأشياء الحقيقية فهو ليس من محض الصدفة، بل هو بالعاني موتى بالسم. وحمد الله مساخيت الوالدين، وبالعفو مغربنا زين، كن ماشيك مامر. هاد العفو صحح سلسلة أخطاء، والسلسلة هي اللي غيديروا لك في عنقك إن شاء الله ويجروك لرحبة الكلاب. هذا إلا لقيتي شي واحد يعطي فيك شي 5 أورو، راه الكلاب اللي فيهم القراد ولاو كيديهم للبلدية. غير هو راه عندك الصح في واحد القضية. العفو راه صحح الأغلاط اللي داروا دوك المساخي ديال بو 20 والريسوني وما جا وراهما مع المغاربة. العفو راه عطاهم فرصة ثانية يصحوا أخطائهم مع الضحايا ويتصالحوا مع المجتمع. راه عفو ديال المصالحة، وخاصكم تعرفوا باللي العفو لا يسقط حق الضحايا في التعويض. الله ينعم. وهاد المصالحة ديالكم بربي حتى نتعرى عليكم. أصير لي وتعرى، راه فيك جدري القرادة وتعادي فينا شي واحد. وتحياتي لكاع القرودة وحتى هادوك اللي فيهم جدري. وملجيب، وانت كتعرضها على اللي بغيتي وكتلوح تصاور كيف ما بغيتي. واش تا ملجيب ولا مول مقص؟ واخا التحفة، راه انا ما عرضت على حد. راه عسلي عفان راه يصوني، وانت مال هو باقي هاكا يصوني؟ راه دخل البو يا عمر. راه عرضت على سلي عفان راه فيه الهوايج كيبغي ياكل اللحم. الحم الدراري راه كيخرج في مولاه. كيخرج في مولاه ويخرج عليه جوج في واحد. اودي تحياتي لكاع هادوك اللي خرجوا على راسهم. المهم الحم الحم، بعدا راه دبرنا عليه في واحد المليج الغنمي راه طاح فيه عمى. ايوا والقرعه. القرعه هي مرتك اللي ما شتاتك وطالقاك علينا بزاف عليك حتى تعايرني بالقرعه. وامي متي على بوك لاخ فين واصل؟ واتياش من قرعه على من كنهضروا؟ يسحب لك هذا بيريك، هذا راه شعري وعندي الماستر في الصحافه بلا لونغ فرونسيز وخبيرة في لونيو أوروبيان. تبارك الله تبارك الله، ومزيان مزيان تكوني خبيرة في البصلة الأوروبية. ولكن أنا اللي راه في راسي هو أوروبا كيستوردوا البصلة من عندنا من المغرب، وإلا افترضنا كاع جدلا كاع أوروبا كينتجوا البصلة، إيش من علاقة البصلة ديالهم مع الماستر دي الصحافة اللي عندك؟ تحاميتي مكبان. واش راك تشمخت تماك الجيفان تاع البلاوط؟ قول لهاديك دوميا راك حشمتي بينا، راه تقول لونيو اوروبيان. فين قرات هاد الشيء؟ اش هاد الكلاخ عندك في التبويله؟ قول لها صحي ومسحي عليا هاديك الشوهه. واش خاصها تقولها مكبان؟ تقول لونيو الجيريان ماشي لونيو اوروبيان، حيت البصله راها تاع الجزائر ماشي تاع الفرنسي. ويلي طليتو خضر ومحزمين بالقرعه. قال لك بون كابران هذا راه مون خاريان. باش نشرح لكم هاد الفيلم بصلة اوروبا وعلاقتها مع الصحافة، خوتي مغاربة ديروا ابينو وفعلوا الجرس. دابا الاخت المنادلة دمية كتقصد بلونيون اوروبيان الاتحاد الاوروبي، يعني لونيون اوروبيان. غير هي ما فاطمهاش امها على البصلة، وديما كتخرج ليها البصلة بلا ما تشاورها. ايوا هي بصح ما كتشاورش هي البنات، وهي دابا انت ملي كتجيك كتشاورك. أعوذ بالله من غضب الله. وزرعت بوكلاخ وادوم يا واقل هضر على القرعة الشراب اللي كانت في الطبلة العرادة اللي دار مول الجيب لسليعفان فين طارت. أبرا كدابرا، القرعة الشراب دارت عليها زنزان مذكرة تبحت داوها ليا وطاروا عليها من الطبلة من قدام سليعفان. هاد اللي طرود الروج اللي عندي في الصاك، ومن نهار دخلت لبويا عمر هو في الصاك، كل مرة كنضرب منها تورني. وزنزان كتقرا في الباك واللي طرو في الصاك. والملاوط، ودير لينا الفار نشوفوا اول حلقه من سكويلت بويا عمر، واش اللي طرود الروج كان في صاك زنزان ولا لا. صدقت زنزان وكذب ملجيب. اشنو الجديد؟ ملجيب راه ديما طالق السلوقيه، زعما يا حسره استفدتي من العفو. والله يعفو عليك من الكذوب. اعوذ بالله من كل افاك اثيم. وعسل
بالخسر اش مريح جابتك بويا عمر ريحه الشراب واكم لا تمول جيب غلامك حضر نخبك يا مولاي يا ابني يا بن خسر لماذا تبعتني كيف حال قنينه الخمر يا مولاي تكلتك امك يا بن خسر الا تعلم بان القنينه طارت حتى تبخرت وفي حقيبتي زنزان استقرت الم ترى هذا في احلام القومة عندما قمت من النوم مولاي ابو الجيب كيف وقع هذا فالجماعة يغضبها رؤية الخمر على السفرة سليفان اوه ودب الجماعة ولات كتحدي السكيرية وعندي واحد المصدر من داخل واحد الجماعة في تصحيح الإبداعات وهو اللي كيعطيني اخبارات صحيحة اودي تحياتي لكاع موظفين الجماعة اللي كيمشيو يصليو ورا الجماعة وما كيجيو حتى الدي ومول الريكلام وبوكلاخ والتادي مزاقلها وراك يهضر على جماعته اللي معاها ديال الحياة صاحبي ماشي داكشي ديال الجماعة والبلدية والأرنبات وداكشي عرفت هاد القران الشراب اللي داير على هاد الفيلم كامل ترى ما طارت ما توزع راه ولد الحرام هذاك مول الجيب دار الصورة فوتوشوب وغيرها ومحالبوها الأثار استغفر الله استغفر الله ودابا عاد فهمت فلوس الدعم ديال المنظمات والعاقة اللي كانت كتمشي لمركز بن رشد كيفاش كانت كطير وتحط في حسابات مول الجيب وعائلته كان كيدير ليها أبركادابرا حتى هي فوتوشوب ود الحرام ومول الجيب وانت عاقول ليا واش طيرتي القرعة حتى شرب سليعفان ولا قبل ما يسكر الصراحة حتى دقت دقت وجاني حلو ايوا بقى تقول حلو حلو حتى توحلو كنت حشم الله يوحلك ثم انت وحل انا انك اضرب الطنسة وصباحا منك اتبقى بيناتنا الاخوان بلا ما تقولوا الخلود عندكم باش تمشوا في الطاكسي ولا نعطيكم وابنادم والبشر وصاحبك انا وانت ضربتي الطاسة وتلفات لك الحلوفة ولا كل شيء كيبان لك ادامات وكمل لنا ملي دقتي وجاك حلو دقت وجاني حلو بقيت كنشرب حتى بان لي ادم في القرعة وخشى لي ملجب عظم ديال اللحم اويلي فين خشاه خشاه هي فمي وما عقلت على والو حتى لقيت راسي في بويا عمر وسير سير اخويا دير الخبره على راه مول الجيب ما فيه ثقه وعندها كيكون سكرك ولعب معاك اللعب الخايب راه اللي كياكد هذا الشيء هو غبر القرعان اللي هي اداه الجريمه باش حتى الا طالبتي بالتعويض يقول لك عطاها ليا بخاطره يواش ياش يا خويا هنا نعطيها لكم بلا عشاء بلا شراب ولا وانت عندك البيرمي دار بالكيلومتراج اخي ديالي هذا الا ما كانش فيك جدري القراده انت مول الجيب يا كاع نديرو العيب انت مول الجيب مون كبران هو الحبيب نسكر وانت موجود لا ما نشربو الحليب نسكر وانت موجود لا ما نشربو الحليب واللي شافك ما يفهم دوب الكاسكيت غايندم اللي شافك ما يفهم يدوي معاك ويغرام وكاتتبع اللي يدعمك انت مول الجيب وكاتت البغي اللي يدعمك انت مول الجيب انت مول الجيب لا يبقى نديرو العيب انت مول الجيب مكبران هو الحبيب نسكر وانت موجود لا ما نشربو الحليب نسكر وانت موجود لا ما نشربو الحليب معلم